بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هتكلم على موضوع التقديم على فيزا السياحة لكندا. في الحقيقة أنا دورت كتير على اليوتيوب بحيث إن أنا أوصل لمحتوى كويس يخص موضوع التقديم على فيزا كندا السياحية بتفاصيل كاملة، سواء كان لشخص بيشتغل أو عنده شركة أو طالب. يعني في كثير من الأحيان يعني ناس كتير جدا بتحب السفر، وناس كتير حابة تسافر أو كده، فللأسف موضوع اللجوء للمكاتب وكده بيكون في بعض المشاكل اوقات، بسبب انه للاسف يعني مش دايما بيكون خيار افضل، بسبب بعض الاخطاء اللي ممكن تحصل في التسجيل او غيره او غيره. فلذلك دايما خيار ان انت تقدم بشكل شخصي بيكون افضل في بعض الحالات يعني. وطبعا الاستعانة بالخبراء برضو خيار كويس يعني، بس انه بشكل عام في ناس بتحب تقدم بنفسها، وانا بشجع ده بصراحة، انت تتعلم وتحاول تقدم بنفسك. في البداية أحب أعرفكم بنفسي، أنا عبد الله أشجي، أنا طالب، وبصراحة أنا عملت القناة دي عشان أحاول إن أنا أشارك معاكم تجاربي في السفر بشكل عام، وأشارك معاكم بشكل خاص في السفر زي ما قلت، وفي نفس الوقت برضو إزاي تقدر إن أنت تحجز تك يعني تحجز رحلتك بشكل بتكلفة قليلة. وعايز أتكلم عن خطوط الطيران اللي هي خطوط الطيران اللي هي الرخيصة، أو اللي هي اللو كوست، اللي بتكلفك تكلفة بسيطة، وتجاربي معاها أو كده. وبرضه خطوط الطيران التانية، بس بشكل عام هركز أكتر على الناس اللي ممكن تحب السفر أو تحب إن هي تسافر بتكلفة أرخص، فحاول أشارككم التجارب دي بشكل أوسع وكده. الحمد لله أنا سافرت دول كتير جدا بشكل عام لغاية دلوقتي، وحبيت بصراحة أبدأ أوثق التجارب بتاعتي في المستقبل، لأن للأسف القديم ما عنديش توثيق كامل لي، ففكرت إن أبدأ أوثق ده بإذن الله مستقبلا. بالنسبة لفيزا كندا، لقيت للأسف أقل محتوى موجود عن كندا، وأقل تفاصيل عن التقديم بشكل كامل لفيزا كندا موجود. فلذلك النهاردة هحاول أشرح لكم الموضوع بشكل مبسط، بشكل نوعا ما كامل، يتوضح فيه الموضوع بشكل كامل على قد ما أقدر. يعني ازاي ممكن تقدم على فيزا كندا، وازاي ان انت ممكن تقدر تاخد الفيزا ان شاء الله، وهتكلم على النقط اللي ممكن تساعدك في الكلام ده كله. بداية، تقديم على فيزا كندا، في نظامين للتقديم على فيزا كندا. في النظام القديم اللي هو الجي سي كي، ده النظام ده ما فضلش انت تقدم عليه لانه نظام قديم وبيطول جدا في الرد، فلذلك احنا مش هنتكلم عنه لانه ما فيش داعي احنا نتكلم عنه. وزي ما قلت ان هو بقى نظام قديم، فعندنا النظام الجديد هو اللي هو الار اي ار سي سي، ده اللي هو البرتغال، ده اللي هو النظام الجديد اللي هو خاص بتقديم على فيزا كندا السياحيه. النهارده هنتكلم ازاي ممكن نقدم، ازاي، ايه النقط المهمه. طبعا بدايه بصوره عامه نتكلم خطوات التقديم بتتم ازاي. اولا بنعبي الابلكيشن فورم الخاص بفيزا كندا، اللي هو الاونلاين ابلكيشن فورم، اللي هو الار اي سي سي بورتال. بنعبي الابلكيشن بتاعنا عليه، وبعدين بنتجه ان احنا نرفع اللي هي السبورتنج دوكيومنتس بتاعتنا، اللي هي مستندات الدعم بتاعتنا، في نهايه الخطوات، وبعدين بنتجه لخطوه الدفع الرسوم بتاعتنا في الاخير خالص. طبعا الشرح ده ممكن يشمل اذا شخص حابب يقدم دراسه او حابب يقدم سياحه او ايا يكون، يعني ده يشمل بشكل عام كل الاوضاع. طبعا الاسئله اللي بتجاوب عليها بناء عليها بيفتح معاك خانات تانية في التسجيل. طبعا لو عندك اي استفسار مستقبلا ممكن تكتبوه في التعليقات تحت، وانا ان شاء الله هحاول ارد، او تواصل معايا على الفيسبوك او انستجرام، وان شاء الله بحاول ارد على قد ما اقدر. بدايه عشان نسجل، في بدايه هسيب لكم اللينك تحت الفيديو، اللينك ده اللي هو خاص انت اول حاجه بيجي لك زي كود بتكمل تسجيل من عليه. بدايه بتحط الايميل ادرس بتاعك هنا في الاول عشان تعمل اكونت على جيت ان ار سي بورتال اكونت. هتحط الايميل بتاعك وتاكد الايميل بتاعك من تاني هنا. فمثلا هناخد الايميل بتاعنا مثلا من هنا، ونحط الايميل هنا وهنا، وبعدين نعمل ونقول get invitation code بالشكل اللي هنعمل get invitation code. هيظهر لنا هنا الكود بتاعنا بالشكل ده كده، ممكن نحتفظ بيه في نوتس عندنا او حاجه بالشكل ده، ممكن مثلا ناخده كده كوبي زي كده يكون موجود معانا عندنا في نوتس عندنا. بعدين بنعمل continue to the RIC portal sign up page، هيودينا على الصفحة دي. هنحط هنا الانفيتيشن كود اللي احنا اخدناه اوريدي في الاول، اللي هو طلعناه في الاول، نحطه هنا. وبعدين ندخل الايميل بتاعنا من تاني، نحط الايميل بتاعنا هنا، وبعدين ندخل باسورد، ممكن نحط اي باسورد يعني، وليكن مثلا نستخدم الباسورد من جوجل. نحط الفيرست نيم والفيرست نيم السور نيم اللي هو اللاست نيم بتاعنا، وليكن مثلا اسمك محمد احمد محمد ابراهيم، وليكن ده هيكون اللاست نيم بتاعك هو مثلا ايه ابراهيم. بعدين اللي هو سوري
بعدين احط اللي هو الجيفن نيم او الفيرست نيم، يقول لكم مثلا ايه انت اسمك مثلا في الجوازات المصريه او بشكل عام في مصر، بيكون عندنا الفيرست نيم بيكون كبير، يعني مثلا اقول لكم مثلا ايه احمد محمد احمد محمد محمد، والسور نيم او اللقب هو مثلا ابراهيم. فاحنا مثلا نحط الاسم كامل مثلا ليكون احمد محمد علي مثلا، او يعني بعدين نحط فون نمبر، نحط مثلا هنا اذر لانه ما عندناش كندا، نحط مثلا كود البلد مثلا وليكن مثلا كود مصر. بعدين ندخل هو رقم التليفون مثلا، مثلا 010 مثلا ايا يكن، يعني بس كده مجرد بس يعني بيانات نسجل بيها. بعدين بنعمل ساين اب، بعدين هيجي لك هنا انتر ذا فيريفيكيشن كود، هيجي لك هنا على الايميل العام بتاعك، يجي لك كود تتحقق، هيجي لك كود ان انت تدخله في الموقع، يجي لك رسالة زي كده هيقول لك ده الكود اللي وصلك، هتاخده كوبي وتروح على الموقع وتدخل الكود اللي وصلك على اليمين وتعمل كونفيرم. بعدين هيفتح معاك البيج دي بالشكل ده، يقول لك بقى يسجل الدخول بتاعك، هتعمل ساين ان عادي هنا كده، دخلك عندك يطلع لك الايميل والباسورد انت عملتهم اوريدي. بعدين لما يجيب لك هنا مجموعة شروط، الاول دي الصفحة دي هتجي لك بشكل عام كل مرة تسجل فيها الدخول، هتعمل اي اكسبت. بعدين هيجي لك هنا apply for a visitor visa, transit visa or study permit. ده اللي يهمنا هنا الجزء ده اللي هو في اللي هو الـ start an application، عندنا ده اللي يهمنا في الجزء ده، هنعمل apply for a visitor visa, transit visa or study permit. once you click here مجرد ما تطلع الصفحة دي هيطلع معاك automatic، هيقول لك هنا make sure you are legal to eligible for before apply، يعني بقول لك ان انت مش محتاج فيزا او ان يكون، يعني بقول لك ان الخطوات اللي هتتبعها ومش عارف ايه، بقول لك انت عندك هنا 60 يوم تقدم فيهم، يعني بقول لك you have 60 from start from you start your application to submit complete application، يعني لازم تكمل تطبيقك في خلال 60 يوم والا تطبيقك هيتم حذفه من السيستم. هيقول له ان انت مثلا I have read and I understand above information, I'm ready to start my application. تعمل start application زي كده. بيقول لك do you want to apply for more than one person at the same time، لو انت تقدم لاكتر من شخص في وقت واحد، هتقول له لا انا مثلا اقدم شخص لوحدي، مثلا لو انت تقدم انت ومثلا لو مراتك او ابنك او كذا، فانت بتحط مثلا ايه تحط yes وتكمل بناء على كده، بس حاليا مثلا هقدم لوحدي فاعمل no واعمل start and continue. هيقول لك انت ليه عايز تروح كندا، او اي وانت ابلاي فور، انت رايح كندا ليه؟ هتقدم على دراسه، هتقدم على ترانزيت اللي هي فيزا ترانزيت، هتعبر مطار كندا، اور سبورت اف ناشونال اوتسايد اوف كندا اللي هو الافغانيين، عندك اللي هي البرنامج اللي هو الاوكرانيين اللي هو الخاص بالاوكرانيين، وعندك اللي هي الفيزيتور فيزا او اللي هي سبور فيزا اللي هي الخاصه اتوقع اللي هي جمع الشمل تقريبا. فمثلا احنا عندنا هنا اللي يهمنا حاليا اللي هو فيزيتور فيزا، اوكي، اللي انت هتزور كندا كسياحه. طبعا فيزيتور فيزا بندرج تحتها خانات كتيره جدا، انت محتاج ان انت تقرا كل خانه كويس وتعرف انت عايز تروح ليه، اذا مثلا رايح تزور حد من قرايبك، اذا انت مثلا رايح انت تبع برنامج الاوكرانيين، اذا انت مثلا رايح تزور بس كندا كزياره عاديه او تعبر المطار او ايا يكن يعني. فاحنا مثلا عندنا هنا نقول تو فيزيت كندا از اتورست، هنزور كندا كسائح، هنحط هنا اللي هو نحط احنا نزور ايه كندا كسائح ونكمل على كده. هبقول لك tell us more about what you will do in Canada include dates، وليكن مثلا انا احط طبعا مش لازم احط التواريخ، ما ده dates هتكون تحت هنا، هنحط مثلا صورة عامة انت ليه حابب تروح كندا، وليكن مثلا انت مهتم بالسياحة وكده، فانت مثلا تقول شخص انت مثلا ليه حابب تختار كندا كوجهه سياحيه مثلا بالنسبه لك في الاول، عشان انت رايح تزور حد من قرايبك، ممكن مثلا انت رايح تزور حد وتشرح عنه او تقول ان هو مثلا درجه ارتباطه بيك كذا، فانت محتاج تزوره وتطمن عليه بقالك فتره ما شفتوش او كده يعني، فانت هتعمل ايه في كندا، فانت حاول تتكلم مثلا انت هتعمل ايه خلال زيارتك في كندا، اقول لكم مثلا سياحه، هتزور مثلا صوره عامه عن الانشطه اللي انت ممكن تعملها في كندا او كده، طبعا ما تتعداش 475 كلمه. فاحنا بس هندخل كده زي بس انه بس شكله خلاص يعني. هيقول لك when will you enter Canada، هتدخل امتى كندا، وليكم مثلا نقول مثلا ندخل في شهر مثلا، وليكم مثلا 6 الجاي يوم مثلا واحد، هتطلع امتى من كندا، تمشي امتى من كندا، مثلا نطلع مثلا شهر برضو 6، ونشوف مثلا نطلع مثلا 20/6، نقعد 20 يوم مثلا ايه في كندا، اوكي. طبعا ده ملوش علاقة بيه، هنعمل save and continue. بيقول لك هنا documents you need to complete the application، اوكي نعمل continue to application. بقول لك are you applying for, on behalf of someone else، لو انت بتقدم بالنيابه عن حد او كده قول نو. بعدين يقول لك هنا اللي هو travel document information application اللي هو بيانات جواز سفرك، هتدخل هنا اللي هو last name بتاعك زي ما انا قلت لك، مثلا اللي هو بيكون اخر اسم عندك، مثلا وليكن مثلا ابراهيم مثلا
والجيفن نيم اللي هو الفيرست نيم اللي هو اول اسم في الجواز عندك. مثلا قلت لك مثلا اقول لكم مثلا احمد علي مثلا محمد او كده، تمام. ديت اوف بيرث تاريخ ميلادك، هتدخل مثلا تاريخ ميلادك وليكن مثلا 98 ماي مناسبة أي حاجة. الجندر ميل مثلا أو فيميل. بعدين يقول لك تايب اوف ترافل دوكيومنتس اللي هو نوع جواز سفرك. هتقول مثلا انت مسافر بجواز او اذر ترافل دوكيومنت لو انت مثلا عندك خصوصية لوجو او اي حاجة زي كده. هنقول مثلا هنا باسبورت، وندخل هنا نوع الباسبورت اللي هو الريجولار اللي هو الباسبورت العادي، وانت دبلوماسي او اوفيشال او ايا يكن بتدخل نوع جوازك هنا. في الاغلب كلنا هندخل باسبورت وايه وريجولار. بعدين ندخل الكونتري اللي هو اوف ايشو اللي هي سيلكت ذا كونتري كود ذا ماتش ذا ماتش ذا وان اون يور باسبورت اللي هو الكود الموجود على جواز السفر بتاعك. مثلا اللي هو البلد الاصدار مصر مثلا، ناشوناليتي ايجيبشن او ايجيبت سوري. What's your passport travel document number؟ هتدخل رقم جواز السفر بتاعك وليكن مثلا اي مثلا اي رقم، تمام زي كده. confirm the passport travel document number، ندخل رقم الجواز بتاعنا تاني. زي كده. بعدين سل date of issue اللي هو تاريخ اصدار الجواز بتاعك وليكن مثلا 10/10/2020 مثلا. يخلص مثلا ايه وتاريخ اللي هو الاكسبايري ديت طبعا مثلا بتاع الجواز بتاعك برضو ليكم مثلا 10 ماي 27. بقول لك ده مهم جدا، الجزء ده مهم جدا في الاسئله اللي هنا دي. عندنا اول جزء بقول لك ار يو لوفر تو بيرمنت ريزيدنس اوف ذا يونايتد ستيت، لو انت معاك الجرين كارد في يونايتد ستيت هتقول يس. لو انت معاك الجرين كارد اوريدي مش محتاج تاشيره لكندا فانت تعمل نو اوريدي اغلب ما عندهوش. Have you hold a Canadian visitor visa in past 10 years؟ خدت اي فيزا لكندا اخر 10 سنين؟ على الاغلب هنقول نو. اللي عنده ممكن يدخل بياناتها. بقول لك do you currently hold a valid USA non-immigration visa؟ لو انت عندك تشريح صالحه لامريكا حاليا ده بيساعد جدا في كندا بشكل كبير جدا. يعني انصحك خطوه قبل ما تقدم على تاشيره كندا، انت ممكن تقدم على تاشيره امريكا وتاخدها، وبعدين تقدم على تاشيره كندا بتساعدك جدا في الاجراءات الخاصه بتاشيره كندا. فمثلا لو انت عندك تاشيره امريكا حاليا بتعمل يس، وتدخل اللي هو رقم التاشيره عندك وتدخل تاريخ الاكسبيري ديت تبع بتاع تاشيره امريكا، تمام. لو دخلته مش هيطلب منك اللي هو الفاينانشال سبورت فور في السبورتنج دوكيومنتس، بعدين هيطلب منك بس مجرد تاشيره امريكا وخلاص. فلو عندك تاشيره امريكا بتساعدك جدا في الابلكيشن فورم بتاع كندا لو انت شايف الجزء ده. طبعا انت ممكن تقول نو او يس على حسب ظروفك يعني. فانا مثلا هقول هنا نو بحيث ان انا افترض ان الاغلب ما عندوش. لو اقول لك هتسافر لكندا ازاي، طبعا هتسافر طيران، فنقول له يس. وبقول لك هتسافر كندا طريق الطيران، هتقول له مثلا يس وتكمل سيف اند كونتينيو. بعدين يقول لك country of journey where you were born، البلد اللي اتولدت فيها. اتولدت مثلا في مصر. بقول لك city اتولدت فين في مصر، مثلا اقول لك مثلا كايرو. are you citizen of more than one، لو انت عندك double nationalities او عندك اكتر من جنسية هتأكد جنسيتك تاني. تقول له مثلا انت ايه، تقول له مثلا مصري. I'm a citizen of this country، ان اول ما اتولدت وانا عندي الجنسيه دي، ان مصر من اول ما اتولدت من ولادة يعني. بعدين يقول لك عندك هنا اللي هو الاي دي كارد او بطاقه الرقم القومي او اللي هي في مصر، او في اللي هي مثلا اللي هي البيرسونال اي دي كارد مثلا اللي هو بطاقه الهويه او الاحوال المدنيه او ان يكون حسب المسميات بتختلف من بلد لبلد. هتقول مثلا يس او نوع على حسب ظروفك يعني. وليكن مثلا انا عندي اكيد بطاقه هويه رقم قومي، هدخل رقم القومي بتاعي مثلا هنا زي كده، واكد رقم القومي بتاعي من تاني. المشكلة مش عايز انسخ الكود من تاني فعشان كده بحطه اوكي. بعدين ديت اوف ايشوز، لو انت تاريخ اصدار مثلا الهوية رقم القومي بتاعتك، بتدخل تاريخ الاصدار بتاعت البطاقة بتاعتك والبلد اللي انت اصدرت منها البطاقة بتاعتك، وتكمل سيف اند كونتينيو. بعدين بقول لك هاف يوز انذر نيم ان باست، لو انت غيرت اسمك او حاجة هتعمل يس، لو ما غيرتوش خلاص بتكمل نو. بعدين يعني بقول لك هنا كونتريز اوف، لو البلد الاقامه الحاليه بتاعتك يعني انت مقيم فين حاليا، الكونتاكت انفورميشن من انت بلد مقيم فين حاليا. اقول لكم مثلا انا مقيم مثلا في حاليا في مصر، مثلا في شارع او مثلا كده اي حاجه كايرو. البوست كود مش مهم. از يور ميل ادرس ان ذا سيم وان ريزن، يقول له مثلا يس اوكي. بعدين بيقول لك last list of list sorry list list your current countries of terminal more than 6 months. بتحط هنا العناوين بتاعتك في اخر ست في اخر ست شهور انت عشت فين وكده. فانت مثلا ممكن تقول مثلا
ايجيبت، انكم مثلا لو انت عايش حاليا في مصر تقول مثلا مصر كده، وتقول مثلا انت 6 سنين، انت لما تحمل جنسية البلد دي انت عايش فيها، عايش فيها من اول ما اتولدت يعني، وليكم مثلا قول مثلا 2000 و 1999 مثلا اي حاجة كمثال، بس طبعا التوريث لازم تكون مظبوطه. طبعا بقول لك ايه، this where I'm currently living، ده المكان اللي انا عايش فيه حاليا وكده، بتعمل save and continue وتكمل. بقول لك do you already have your finger، لو انت بصمت في كندا داخل 10 سنوات، اخر 10 سنوات مش هتحتاج تبصم تاني، فانت مش باصم already، فبتعمل no وتكمل. بيقول لك how much بيقول لك how much do you have to stay in Canada، يعني بقول لك هنا انت بقول لك how much money do you have for your stay in Canada، بقول لك انت مخطط تقريبا تصرف كام في كندا تقريبا يعني، او اللي انت على الميزانيه بتاعتك مثلا. اقول لك مثلا لو مثلا 1500 مثلا دولار كندي، طبعا العمله المبلغ هيكون بالدولار الكندي. بقول لك is someone else giving you money for your stay in Canada، لو انت مثلا طالب او كده تعمل yes، وتقول مثلا والدك هو اللي هيتكفل بمصاريفك، لو لا هتقول مثلا no وهتكمل عادي وانت اللي هتتكفل بمصاريفك، تمام؟ او مثلا شركة هتدفع لك او كده، تعمل yes، لو لا يبقى تكمل عادي. بيقول لك بعد كده بس secondary is education history، بقول لك do you have ever studied بس secondary school university or كده، لو انت درست جامعه او اي حاجه جامعه بعد العلم الثانوي، درست جامعه او vocational school او حاجه، تعمل مثلا yes لو انت دارس، او no لو انت ما درستش، وهتدخلهم طبعا. وعندنا هنا بيقول لك reward activity did you serve any military، لو انت عملت اي حاجه في مثلا دخلت الجيش او كده او بتاع، فبتدخل هنا التفاصيل دي طبعا، ممكن اقول no هنا. بعدين هنا بقول لك اوكي، هنا دخل مثلا تفصيل الجامعة مثلا، وليكم مثلا احنا دخلنا من كام لكام، وقال لكم مثلا مثلا كايرو يونيفرستي مثلا، دخلت سنة 2016 مثلا يا مايل، ومثلا انا لسه ليفل اوف ستادي مثلا بيزنس تكنيكال اي حاجة بس كده كده لا ايجيبت. كايرو سيف. بعدين هنا بدخل اللي هو اليور وورك، انت بتعمل فين دلوقتي، وليكن مثلا من 2000 مثلا و 12 مثلا، انا بشتغل من شهر مارش اوبننج، بشتغل دلوقتي بشتغل في مثلا في اي شغل، هدخل الجوب تايتل بتاعتك، وهتدخل اللي هو الكومباني اللي هو الامدارس اللي هو اسم الشركة بتاعتك، اسم الوظيفة بتاعتك، عنوان الشركة مثلا دلوقتي، ليكن مثلا موجودة فين الشركة، عنوان الشارع بتاع الشركة، السيتي، وليكم مثلا هنكتب كله كايرو. اوكي نعمل سيف، نعمل سيف اند كونتينيو. بعدين بقول لك during the past 5 years have you traveled to country or time، لو انت في اخر 5 سنين هل سافرت في اي بلد خلال اخر 5 سنين، you are citizen or where are you live now، بقول لك during the past country time other than one year، بقول لك هل سافرت في اخر 5 سنين بلد غير بلد الجنسيه الحاليه بتاعتك او كده، هتقول له لو انت سافرت هتقول يس، وتذكر بلد انت سافرتها، لو ما سافرتش هتقول نو وتكمل عادي. والاغلب طبعا لازم تكون سافرت عشان فيزا كندا، اتوقع يعني بشكل عام انصحك يكون عندك ترافل هيستوري كويسه جدا لو انت حابب تروح لكندا وتسافر عليها او كده، يكون عندك ترافل هيستوري كويس بتدعم جدا في الابلكيشن بتاعك. بعدين بقول لك have you ever stayed in Canada، طبعا لا. have you ever been refused a permit، ده ودي مهمة جدا على فكرة. لو انت اترفضت فيزا امريكا بشكل خاص لازم كمان تذكرها هنا، لو انت اترفضت في اي فيزا بشكل عام ممكن تذكر، بس فيزا امريكا بشكل خاص لازم تركز عليها جدا، لو اترفضت فيها لازم تقول يس، وتقول ان اترفضت في امريكا قبل كده، لو ما اترفضتش ممكن تقول نو عادي وتكمل. بعدين بقول لك have you ever confirmed any crime of country، no most of these questions gonna be، يعني اغلب الاجوبه دي تكون نو، عباره عن حاجات خاصه بال هي اللي هو التاريخ بتاعك. are you have ever been number of person، no no. بقول لك have you hold a medical exam، انت عملت اي حاجه امتحان خاص بالدكتور فيزيكال بانال فيزيكال دكتور when last 2 years 12 months، لا تقول no. برضو هنا بقول لك do you want to work in this following job، هشتغلت في اي حاجه من دول قبل كده، تقول نو لو انت ما اشتغلتش فيهم. بقول لك last 2 years were didn't stick no، برضو no. بقول لك برضو are you cannot، لا برضو no no no. بقول لك حالتك الاجتماعيه الحاليه، لو انت مثلا متزوج تقول انك متزوج، لو اعزب تقول انك اعزب، تقول مثلا single.
بعدين بقول لك do you have any biological no لو عندك اي اطفال تعلن عنهم او كده. بعدين انا بقول لك if you are born provide details about your legal parents. لو انت دخلنا بيانات اللي هي والدك والدتك، هدخل مثلا اول حاجه ودخل السور نيم والفيرست نيم ومش عارف ايه وبتاع، وتدخل هنا علاقتك بيهم كده. ده مثلا تقول your father or your mother، يعني دخل لازم بيانات والدك والدتك هنا في الجزء ده مهم جدا. هتدخل فيه كل بيانات والدك والدتك، تمام؟ طبعا عملت معرفهمش بس عشان خاطر ايه الوقت يعني. هنا مثلا عايز اللي هي لغتك الام، تقول what is your native language or mother language. تقول مثلا لما تاخد اللي هي الام مثلا في مصر العربي، هنقول يعني العربي. اللغه اللي انت عايزهم يكلموك بيها الافضل، لو عندك مثلا انجلش what language do you want to use for your connect. تقول مثلا الانجلش، عايز لغه التواصل معاك بيها هي ايه. هنا تدخل الايميل وتعيد الايميل من تاني، ولا كنا ناخد نفس الايميل ده اللي اخدناه من شويه. save and continue، تمام. هنا بقول لك رقم تليفونك، لازم تدخل هنا رقم التليفون، اي رقم تليفون خاص بيك. وليكم مثلا كير اذر 02 مثلا، او سوري let's say like this 20 مثلا. بعدين مثلا ايه زي كده، تعمل save، تعمل save and continue. هنا بيقول لك بقى تراجع هنا على بقى كده على بياناتك بشكل عام على السريع. ممكن تعمل اكسبنت اول وتشوف كل البيانات اللي انت كتبتها، تراجع عليها. عايز تعدل حاجه بتعمل اديت، بوديك على السكشن بتاعها بتبدا تعدل فيها اللي انت عايزه. طبعا انصحك تعمل الابلكيشن بتركيز كويس جدا، لازم تجاوب عليه بشكل كويس، خد وقتك فيه، ممكن تخلصه في يوم في يومين ثلاثه، عندك 6 يوم تخلص في الابلكيشن بتاعك. راجع المعلومات كويس، تاكد من كل حاجه، يعني لازم تركز فيها كويس جدا. وانا حاولت اشرح بقدر الامكان التفاصيل المهمه في الابلكيشن وكده، فلازم تركز فيها بشكل كويس. طبعا في القسم كمان بتاع اللي هو بتاع الجامعه، لو انت لسه بتدرس بتدخل طبعا جامعتك، كنت تقول انت لسه بتدرس فيها لغايه دلوقتي. الشغل نفس الكلام برضو، لو انت ما اشتغلتش في حاجه بتقول انت ما اشتغلتش، تقول انت امبلانس مش شغال في حاجه، لو انت طالب يعني او كده. بعدين بنعمل سيف اند كونتينيو. هنا هيقول لك بقى دخل اللي هو ايه السبورت دوكيومنتس. اول حاجه تدخل هنا الناشونال اي دي دوكيومنتس، هدخل هنا اللي هو اللي هو الهويه الشخصيه بتاعتك، بطاقه الرقم القومي بتاعتك. هترجمها بالانجلش طبعا، طبعا كل ملف ماكسيموم يكون حجمه 2 ميجا بايت. هتصور بطاقتك، تاخدها سكانر وترجمها بالانجلش وترفعها هنا، تعمل اطفال وترفعها وترفعها من هنا. وليكم مثلا ممكن نجرب نرفع اي فايل مثلا، نجرب مثلا في اي فايل. هنا عندك الباسبورت بتاعك برضو، لجواز سفرك برضو هترفعه من هنا، تاخد جواز سفرك وترفعه برضو من هنا، هترفعه برضو جواز سفرك من هنا، تصوره كله سكانر، كل صفحات الجواز تصورها سكانر وترفعها. عندك هنا كشف حساب البنك برضو هترفعه من هنا. ستوب سايك ذس اوكي سوري، لازم نختار، ممكن نختار ملف تاني او حاجه. بعد كده عندك اللي هي الفاونس، اللي هو كشف حساب البنك بتاعك. ممكن تجيب كشف حساب البنك لاخر 6 شهور وترفعه هنا في اللي هي الفاونس في البروف، يكون في مبلغ كويس. مثلا ممكن نرفع اي ملف فايل من هنا. بعدين عندك هنا، ده مش مهم، ده مش مهم بالنسبه لك، ده بالاقسام تانية. في بقى في الاديشنال دوكيومنتس ممكن تحط هنا بقى في ايه، تحط مثلا هنا مثلا اتش ار، تجي تدمج ملفات، مجموعه ملفات مع بعض، وتحط فيها كل الملفات اللي انت شايف انت ممكن تساعدك في ملفك. مثلا وليكن مثلا ايه الاتش ار لتر بتاعك، صوره مثلا عن الاثبات القيد بتاع الجامعه بتاعتك، مثلا صوره عن املاك، ورق املاك خاصه بك او كده. فده في الاتنشال دوك، في اللي هو الاتنشال دوكيومنت زي ما يكون مهم جدا برضه، ده بيفيدك جدا ان انت يعني ترفع فيه كل مستندات الدعم. وخلي بالك الملف ما يكونش حجمه اكبر من 2 ميجا بايت، فانت ممكن تحطهم مع بعض كلهم، تدمجهم مع بعض في ملف واحد وترفعهم هنا في اللي هو ايه، في اللي هو الاتنشال دوكيومنتس. وبعدين بتعمل سيف اند كونتينيو، تمام. هيقول لك دخل السور نيم بتاعك والجيفن نيم، هتدخلهم هنا، تمام. وتعمل سيف اند كونتينيو والجيفن نيم برضه. سوري، بقول لك انه ماشي موافق على الشروط بتاعت اللي هي موافق على الشروط بتاعتهم، هتقول له سيف اند كونتينيو. بعدين هنا يقول لك الرسوم هتدفع كام، 135 دولار كندي، حوالي 140 دولار امريكي تقريبا، 130 دولار امريكي تقريبا. هتعمل سيف اند كونتينيو، وبعد كده
هيدخلك على الدفعة، دخل هنا رقم الكارت ودخل هنا بيانات الكارت بتاعتك، اسم اللي هو الكارد هولدر نيم، الكارد نيم، وتاريخ الانتهاء، وتاريخ اللي هو رقم الأمان اللي بيكون على ظهر الكارت من ورا. ده بالنسبة لكل التفاصيل الخاصة بالابلكيشن فورم ورفع المستندات الخاصة بالابلكيشن فورم بتاع كندا. دلوقتي بقى تعالوا نروح على بعد بقى ما ندخل بياناتك كلها وكده وتخلص الاميجرات دي كلها، هيكون عندك هنا صفحه تبع منها ملفاتك كلها. بعد ما يجيلك خطاب، اول حاجه هيجيلك هنا خطاب البصمه، اما تعمل سبميت الابلكيشن بتاعك هيجيلك هنا اللي هو كونفرميشن اوف اونلاين ابلكيشن، هيجيلك اللي هو سبميشن سيرتيفيكيت كونفرميشن سوري، وبعدين هيجيلك البيومتريك كولكشن ليتر، ده اللي هو خطاب تاخده وتروح تبصم بيه في المكتب بتاع بي اف اس جلوبال على الاغلب، بتاخد الخطاب وتروح تبصم بيه، يعني بتحدد ميعاد عند المكتب عن طريق الويب سايت بتاع بي اف اس جلوبال في البلد اللي انت فيها، وليكن مثلا مصر او تركيا او السعوديه او الامارات او ايا يكن. بعد كده مثلا لو طلبك توافق عليه بيوصلك اللي هو اوريجينال باسبورت ريكويست، لما يوصلك ده معنى كده ان هم عايزين جواز سفرك عشان يطبعوا لك الفيزا عليه، ويوصل لك هنا يقول لك your application was approved, you need to send us your valid passport to finalize your application, check your message below for details. لو اترفضت لا قدر الله يقول لك مثلا your application was refused مثلا، هيقول لك هنا ممكن refused، ويقول لك ان انت طلبك اترفض للاسف. حاولت بشكل عام ان انا اوضح خطوات التقديم على تأشيرة كندا بكل التفاصيل. لو عندكم اي اسئله اي استفسارات ممكن تكتبوها لي تحت في الكومنتس، وانا ان شاء الله هحاول ارد على قد ما اقدر على التعليقات. اللي عنده برضو اي استفسار ممكن يتواصل معايا على الفيسبوك، انا ان شاء الله هحاول اساعد على قد ما اقدر، واتمنى لكم كمان التوفيق. وان شاء الله وقولوا لي انتوا حابين الحلقه الجايه مثلا تكون عن تقديم لاي دوله، مثلا امريكا او دوله من دول الشنجن او استراليا او اي دوله، ممكن اساعدكم بالاجراءات والتفاصيل وكده. وان شاء الله الهدف الاساسي ما انا قلته هو نشارك مع بعض تجارب في السفر وتجارب خطوط الطيران وغيره. ان شاء الله يكون في محتوى كويس جدا احاول اقدمه لكم. طبعا اتمنى للجميع التوفيق، ولو في اي مساعده ممكن مبسوط اذا حد عنده محتاج اي مساعده او كده. شكرا.